صمد السيح ناشط حقوقي رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني. كان صدر فنان الراب ديزي تروس واحد الاغنيه يعني دارت ضجه خاصه وان فيها رساله قويه لرئيس الحكومه، شنو تعقيبكم في هذا الاطار؟ هو اولا تحيه للفنان، هذا الفنان المغربي الذي حاول عبر هذه الاغنيه ان يعري الواقع الذي يعيشه المواطن، وهذا هو الفنان الحقيقي. الفنان الحقيقي هو الذي لا يساهم في نصر الميوعة وتمويه المجتمع ولكن يحمي الرسالة، وهذا الشيء هو اللي بدينا كنفتقدوه داخل المجتمع. هذه الأغنية هذه جات باش أنها تعري الحقيقة وتنبه الدقنقوص الخطر، تقول بأن المواطن المغربي لا يقبل الإهانة. وعلاش لا يقبل الإهانة؟ لأنه في هذه الأغنية هذه جزء من الكلمات ديال هذا الفنان تكلم عن التربية المغاربة اللي كان صرح بها أخ نوش في واحد الخطاب دياله، وقال بأن غنعودوا لهم التربية، ووصل أنه قال للمغاربة بأنهم ما عندهمش بلاصتهم في هذه البلاد، هذا في واحد الخطاب دياله. فهذا الفنان هذا يعني استعمل الفن باش يوصل رسالة ديال المغاربة بأنهم لن يقبلوا الإهانة ولن يقبل أن يمس أي شخص كيف ما كان النوع دياله بالتربية ديالهم، لأنهم علاش هما ما يسمحوا لتشي حد باش يمس بالتربية ديالهم؟ لأن بهذاك الكلام الخطير اللي قال أخ نوش خلاهم يمس بإمارات المؤمنين، لأن المغاربة مربين خاص غير اللي يفهمهم باش أنهم يفيد معاهم القدام ويبني معاهم المستقبل. لكن أخ نوش جاب فكر ديكتاتوري، فكر شوفيني إقصائي، يبغى داك الشيء اللي فراسه هو اللي يمشي، ماشي اللي فراسه بوحدو، اللي فراسه هو صحابه، لأن القرارات المجحفة اللي تتخذت في عهده أو في مرحلة معينة اللي هو والأعضاء ديال الحزب ديالو كانوا جزء من الحكومة خذوا قرارات مجحفة يعني تسببت في خسائر كبيرة للخزينة العامة ديال الدولة. أبسطوها هي 44 مليار ديال الضرائب اللي مشات من واحد الصفقة ديال التأمينات ديال عضو من المكتب السياسي ديال الحزب ديالو. ف هذه الأغنية هذه إعادت الأمجاد للفنان المغربي بطريقة شبابية، وجعلت الفن يقتحم المجال تاع السياسة ويسمع صوت المواطن اللي اليوم واحد 398 واحد كاين في البرلمان لا يسمعون صوته. يعني في هذه الأغنية كاين فيها إشارات قوية وفيها واحد الرمز ديال بحال رمز ديال الحزب اللي تابع لرئيس الحكومة، وكاتب فيه عاكرني، ما معنى هذا؟ الرسالة راها واضحة. الذي هندس هذه الحكومة هذه أو هذا المشروع السياسي اليوم في المغرب ارتكب خطأ فادح، لأننا الجميع يعرف بأن من يقود الحكومة ليس برجل سياسي ورجل اقتصاد، ورجل اقتصاد لا يصلح للسياسة لأنه لا يستمع لنبض المواطن بل يستمع لنبض الرأس المال، وهذا هو الخطير. اليوم عندنا حكومة الرأس المال، عندنا حكومة ديال الإمبريالية المتوحشة التي تريد نهب كل شيء، تريد أن تحقق مداخل وأرباح على حساب جيوب بالفقراء والضعفاء والمواطنين. مكرها تشدهم كلهم وديرهم تحت البرود، كان تحت الصباط. وعلاش كنقول هذه الكلمه هذه؟ لان فايت سي علي الهمه في واحد الحمله الانتخابيه ديالو قال لهم صوتوا على الناس اللي ما يديركمش تحت الصباط، هادو راه بغاو يديركم تحت الصباط، هو قالها بفمه وكاين تسجيل الفيديو ديالو. فهذاك الرمز يشير الى هذا الحزب الذي يقود الحكومه، الحزب الذي يقودها بطريقه غير شرعيه وغير قانونيه وغير دستوريه، يعني غير جا أنبت وفرض على المغاربة بأن يسير دولتهم وأموالهم وثروتهم بطريقة لن تخدمهم بل تخدم واحد الفئة معينة داخل المجتمع، أو أسميها مجموعة مجتمعية داخل المجتمع، هي مجموعة الأثرياء والأغنياء والفقراء لهم الله وجلالة الملك. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.